على كل حال سيد الأفندي، سؤال أخير لو سمحت بخصوص أيضا قمة طهران والملف السوري. أعود إلى تصريحات الرئيس بوتين يقترح أيضا ستكون أو استضافة قمة أستانا المقبلة حول سوريا في روسيا. بالنسبة للقمة المقبلة في روسيا والآن التي كانت في طهران، بالفعل مرة أخرى هل نحن مقبلون على حل المسألة السورية على عكس المسألة في أوكرانيا الآن، الخلاف الروسي الغربي؟ طبعا يقول مثل مصائب قوم عند قوم فوائد، هذا شيء جيد جدا. لما بيصير علاقات جيوسياسية معقدة بين الدول وتصبح الدول في جبهات معينة ضد بعضها، تركيا من الواضح أن أول دولة أصبحت بجبهة الروسية، يعني حتى يعني القلق الأمريكي الآن وجود تركيا كدولة ثانية في الناتو موجودة في هذا اللقاء، فهذا يعني أنه تركيا الآن فعليا الآن يعني أخذت الطرف المعادي للولايات المتحدة. ماذا يعني هذا؟ يعني هذا الكلام أن هذه الفرص تخلق، يعني هذه العداء وهذا الجبهات تخلق فرص جديدة للملف السوري. كيف يخلق فرص جديدة؟ بسهولة يعني أو بدقيقة واحدة. دائما هيك مشاكل تنحل عن طريق التفاهم المباشر. التفاهم المباشر يحصل دائما عن طريق يعني تقارب أفكار في الملف الجيوسياسي. فالملف الجيوسياسي أصبح في تقارب وجهات النظر أكثر، يعني صار في العالم يفهم أن الولايات المتحدة الأمريكية وجودها وفي المنطقة فقط الخراب. يعني حتى نكون واقعيين، من أين أتى داعش؟ ليس من العراق. من كان العراق مسؤول عنها؟ ولكن مرة أخرى، هل بشار الأسد رئيس النظام السوري ما زال خط أحمر بالنسبة لروسيا؟ يعني بدون سريعا لو سمحت، جواب يعني مباشر. سيد الأفندي، سيد الأفندي، إذا سمحت لي، يعني أعلم أن لديك حوار آخر، لكن جاوبني على هذا السؤال إذا سمحت. هل بشار الأسد ما زال خطاً أحمر بالنسبة لروسيا؟ خطاً أحمر بس في روسيا، حتى أعطيك معلومات، خطاً أحمر حتى بالنسبة لتركيا، هذا شيء واضح، لأن تركيا فقدت الأمل. ليس هناك مواقف تركية بالنسبة، يعني ليس هناك مواقف رسمية لتركيا بخصوص بشار الأسد، حتى أنها حتى الآن رفضت أيضاً العلاقات، طبيعة العلاقات مع النظام السوري. هذا الموقف الرسمي التركي حتى الآن. هذا الموقف الرسمي، ولكن فعلياً دائماً تركيا قلقة من البديل. يعني إذا أسألك عن روسيا، عن روسيا صديقي، في أمر مهم جداً. تركيا دائماً، تركيا تعلم جيداً أن خروج بشار الأسد، رئيس بشار الأسد من السلطة، يعني ما يسمى فوضى في سوريا. روسيا، ماذا عن روسيا سيد الأفندي؟ سؤالي واضح عن روسيا. روسيا قالت وموقفها واضح، هي مع الحكومة الشرعية، والحكومة الشرعية هي دكتور بشار الأسد. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني هذا الكلام بشار الأسد هو الرئيس الشرعي لسوريا. فإذا تريد أن يخرج رئيس بشار الأسد فهي عن طريق الحل السياسي، أو عن طريق التفاهمات السياسية فقط، وليس عن طريق العسكرة ورفع السلاح وإثارة الفوضى في الجمهورية العربية.